بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم عزيزاتي الكريمات، أعزائي الكرام، عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة، الدورة الثانية، المرحلة الثالثة، الفرد الأول في الدورة الثانية بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، ودائما في مادة النشاط العلمي. اليوم وصلت معكم للنموذج رقم 4 ضمن مادة النشاط العلمي، واللي كيقراو في الواضح في النشاط العلمي وكذلك اللي كيقراو في منهل النشاط العلمي. هذا الفرد لكم، ومرحبا بكم ومرحبا بكل متتبع جديد انضم حديثا للقناه ديالي، القناه اللي كندير فيها الدروس وكندير فيها الدعم وكذلك كندير فيها الفروض. زيدوا تبعوا القناه وتفاعلوا معها، بارطاجيو الفيديوهات مع اصحابكم باش ان شاء الله توصل لاكبر عدد من المتتبعين وتعم الاستفاده ان شاء الله. إذا كما قلت لكم النموذج رقم 4 في مادة النشاط العلمي. اليوم عندنا كما دائما عندي 4 ديال الأنشطة. في هذا الفرد عندي 2 ديال الأنشطة باللغة الفرنسية و2 ديال الأنشطة باللغة العربية. On va commencer par la première activité. La 3 ديال النقط. Je complète les phrases avec ce qui convient. Donc هاد لي فراز اللي عندي هنايا غادي نكملهم بهاد الكلمات هادو. عندي دينامومتر، بالانس، بوا، ماس، ميلانج، شونجمون ديتا. دونك هنا عندي دينامومتر هو داك الآلة ولا الجهاز اللي كنحسبو بها شدة وزن الجسم، بالونس هو الميزان، بوا هو الوزن، ماس هي الكتلة، ميلونج هو خليط، شونجمون ديتا يعني تغير حالة المادة. فهم؟ دونك لا دان كور اي سا كاليتي دو ماتيير، يعني هي كمية مادتها. شنو هي؟ هي لا ماس، لا ماس، لا ماس دان كور يعني كتلته جسمين، كتلة جسمين هي سا كاليتي دو ماتيير يعني كمية مادته. طوندي كو اي لا فورس اكزيرسي بار لا تير سور سو كور، يعني بالنسبة لهادشي حاجة هي القوة التي تطبقها الأرض على الجسم. شكون هو هذا؟ سي لو بوا، سي لو بوا. دونك لا ماس دان كور اي سا كاليتي دو ماتيير طوندي كو سون بوا اي لا فورس اكزيرسي بار لا تير سور سو كور. لا دوزيام فراز لا ماس اي ميزوري بار اون، دونك باش كنحسبو اولا كنقيسو الكتله كنقيسوها بالميزان يعني بار لا بالونس. دونك با بالونس ضرب على بالونس ضرب على بوا مشات ميلونج ماس عفوا. دونك اي لانتونسيتي دو بوا اي ميزوري بار ان، وشدة الوزن باش كتحسب كتحسب الدينامو متر بار ان دينامو متر يعني جهاز الدينامو متر دينامو متر. دونك لا ماس اي ميزوري بار اون بالونس يعني الكتلة تقاس بالميزان، وشدة الوزن لانتونسيتي دو بوا اي ميزوري كتقاس بالدينامو متر. تري بيان. لا ماس دان كور نو فاريي با ابخي ان، الكتلة ديال واحد الجسم ما كتغيرش ما كتغيرش ابخي ان شونجمون ديتا من بعد واحد التغير في حالة المادة، يعني حالة المادة ولات النسائلة من بعد ما كانت النا صلبة غتبقى بنفس الكتلة وفي نفس الحالة، يعني الى تحولت النا من الحالة السائلة للحالة الصلبة غتبقى نفس الكتلة. اذا لا ماس دان كور نو فاريي با ابخي ان شونجمون ديتا سي بيان. دونك بقات لنا اخر كلمة اللي هي ميلونج. دونك لا ماس total des constituants d'un mélange يعني الكتلة الإجمالية ديال مكونات واحد الخليط ne varie pas après avoir été mélangé، ما كتغيرش من بعد ما كان نخلطوها. داكوغ، مثلا عندي واحد الخليط مكونات ديالو الكتل ديالها معروفة، إلا جمعتهم الخليط الكتلة ديالو هي مجموع مكوناته. سي بيان. مروا الآن إلى النشاط الثاني اللي هو باللغة العربية ونشاط سهل. إذا نعتبر الشكل جانبه رسم لأعضاء توالد فأر. إذا اللي كيبانوا لنا هنايا هما أعضاء توالد فأرين. السؤال هو كالتالي، هل هي أعضاء تناسلية أنثوية أو ذكرية؟ علي الجواب. إذا كيقولنا بأن هاد أعضاء توالد الفأر واش هو للأنثى أم للذكر؟ إذا هذه أعضاء تناسلية ذكرية بناء لماذا؟ لماذا؟ لأنه لدينا الرمز
الرمز، هذا الرمز هذا كيؤدي أو كيعبر على أنه رسم لأعضاء تناسلية ذكرية، داكوغ، للذكر. السؤال الموالي: أتمم الرسم بوضع الكلمات في مكانها الصحيح. قناة منوية، خصية، قضيب. إذا عندي ثلاثة ديال الفراغات، واحد اثنان ثلاثة، غادي نعمرهم في هذا الرسم هذا، ومن بعد عاد في السؤال الموالي اعطي عنوانا مناسبا للرسم. سبي، إذا أولا راه واضحة، هي خصية، خصية، دونك نضرب عليها، غتبقى لي قناة منوية ويبقى لي قضيب. دونك اثنان هي قناة منوية. ثالثا عندي قضيب، داكوغ، قضيب الذي بواسطته يتم التوالد. نعم، الذي بواسطته يتم أو يحدث التوالد. جيد، نمر الآن إلى السؤال الموالي، هو إعطي عنوانا مناسبا للرسم. إذا أعطي عنوانا مناسبا للرسم، إذا هذا أعضاء تناسلية لأنثى الفأر، عفوا، لذكر عفوا عفوا لذكر الفأر. إذا هذا رمزه الذكر. جيد، سؤال موالي: أذكر دور العنصر رقم واحد. إذا العنصر رقم واحد هي الخصية، دور الخصية، أين يتجلى دور الخصية؟ يتجلى دور الخصية في إنتاج الحيوانات المنوية، في إنتاج الحيوانات المنوية. دونك هذه الخصية هي اللي كتنتج لنا الحيوانات المنوية التي تلتقي بالبويضات فيحدث الإخصاب، مفهوم؟ إذا الدور ديال العنصر رقم واحد هو الخصية، الخصية الدور ديالها هو إنتاج الحيوانات المنوية، مفهوم؟ غادي نمر للنشاط رقم ثلاثة. اون فرونسي اوسي جيكري اون فراز كوريكت ان اوتيليزون لي مو سويفون: لا فيكونداسيون، سبيرماتوزويد، لونيون، اوفول، دان اي دان. سي بيان، دونك الاجابه على هذا السؤال هي انني غادي نرتب هذه الكلمات وغادي نحصل على واحد الجمله اللي هي صحيحه. دونك اول كلمه هي لا فيكونداسيون اللي هو الاخصاب، لا فيكونداسيون، لا فيكونداسيون غادي نضرب عليها. لا فيكونداسيون دابا خصني لو فيرب، لا فيكونداسيون اي اهو، اي لونيون هو اتحاد، لونيون، اي لونيون دان سبيرماتوزويد اي دون، هنا خصها تكون او، اي دون اوفول، اي دون اوفول، يعني هي الاتحاد ديال ماذا؟ اتحاد ديال واحد حيوان منوي مع واحد البويضه، داكوغ، سبيرماتوزويد بلوس دون اوفول، صافي؟ سي بيان. دابا غادي ندوزو لاخر نشاط اللي هو النشاط رقم اربعه، عليه جوج ديال النقاط. نشاط باللغه العربيه، اجب بصحيح او خطا. اذا كانت العباره صحيحه غادي نكتب صحيح، اذا كانت العباره خاطئه غادي نكتب خطا. عندي اربعه ديال العبارات. العباره الاولى: يتطلب توالد الحيوانات تواجد كل من الانثى والذكر. اذا باش يتوالد الحيوانات ضروري من وجود الانثى والذكر، هذه عباره صحيحه. اذا صحيح، عباره صحيحه، اذا ما يمكنش يحدث التوالد بدون انثى، ما يمكنش يحدث التوالد بدون ذكر، خاص ضروري بجوج بهم باش يحدث لي التوالد. عباره ثانيه: ينمو الكتكوت في رحم امه الدجاجه. واش صحيح؟ اذا هنا هذه عباره خاطئه، اذا خطا. لماذا؟ لأن الكتكوت ينمو داخل البيضة خارج رحم أمه. العبارة الثالثة: تنتج الخصية الحيوانات المنوية. إذا هذه عرفناها في السؤال هذا، هي يتجلى دور الخصية في إنتاج الحيوانات المنوية، إذا صحيح. العبارة الموالية والأخيرة: تحول البويضة لبيضة لا يحتاج إلى حيوان منوي. كيقول لك بأن لوفيول يعني البويضة كتحول لي إلى بيضة، الى بيضه، بدون ماذا؟ بدون حيوان منوي، بلا ما تتلاقى مع سبيرماتوزويد، بلا ما تتلاقى مع الحيوان المنوي. اذا هذه عباره خاطئه، يعني ضروري يحدث واحد الاتحاد، هاي لونيون دان سبيرماتوزويد، واحد الحيوان منوي مع واحد لوفول اللي هي البويضه، صافي. دونك وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان خاص بالنموذج رقم 4 في ماده النشاط العلمي بالنسبه للمستوى الخامس ابتدائي. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويه مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش تبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.